في عالمنا العربي وبعيدا عن الحروب والموت وعن الرقص والغناء، هناك مبدعون ومخترعون وعباقرة لم يتجاوزوا 20 من عمرهم، أدهلوا العالم باختراعاتهم واكتشافاتهم. بعضهم سارعت حكومات بلادهم إلى الاهتمام بهم والاستفادة من عبقريتهم، والبعض الآخر ترك لينضم إلى قافلة طويلة من العقول المهاجرة التي تستفيد منها الدول الغربية. نعرض لكم في هذا الفيديو بعضا من أصغر العباقرة العرب. إقبال الأسعد، أصغر طبيبة في العالم، والتي اختصرت في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الصفين بصف واحد لتلتحق بكلية وايل كورنيل لدراسة الطب بقطر قبل أن يتجاوز عمرها 13 عاماً، وهي من أب فلسطيني وأم لبنانية. لا تقدم نفسها على أنها خارقة، بل جل ما تحدثك به هو أنها تشكر الله على نعمة منحها إياها أولاً، ثم عائلة تعاملت بنجاح مع نبوغها بصورة أثمرت ما هي عليه الآن، مع توفر الدعم المادي الذي رسم لها مستقبلاً واعداً. وتحلم إقبال أن تتخصص في طب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. مشعل هشام هرساني، وهو مخترع سعودي قام باختراع هاتف النقال يعتبر الأول من نوعه لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في عمر 17. وقام أيضا باختراع لعبة الشطرنج والبولينج للمكفوفين، وتم عرض اختراعاته على عدة معارض محلية ودولية، كما منحته جامعة دبلن كاليفورنيا الأمريكية درجة الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديرا لاختراعاته في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. رضوان عباد، طفل جزائري حاز على لقب أصغر مخترع عربي وإفريقي في أولمبياد الاختراع الذي أقيم بتونس، ورغم صغر سنه فإن في رصيده العديد من الاختراعات، أشهرها مولد كهربائي اخترعه خصيصا لسكان غزة، إضافة إلى الممهل المضيء. فهو ينحدر من أسرة تضم العديد من المخترعين، منهم الأب والأم مليكة التي اخترعت ساعة إلكترونية خاصة بالأمراض المزمنة. وفي رصيد عائلة رضوان نحو 22 اختراعا، جزء منها مسجل ضمن براءات الاختراع. وتلقى هذا العبقري الجزائري عروضا جادة من دول أجنبية للتكفل التام به، ومنها روسيا وبلجيكا وبولندا. عبد الله عاصم، مبتكر مصري اخترع في عمر 17 طريقة لمنح الصوت لفاقدي النطق، وهي عبارة عن نظارة إلكترونية تساعد مرضى التصلب الجانبي الضموري في التواصل مع العالم، وذلك بالنظر للوحة افتراضية تقوم بعدها النظارة بإرسال المعلومات لجهاز كمبيوتر، فيستطيع الناس قراءة ما يدور بذهن المريض وفهم مطلبه. أديب البلوشي، طفل إماراتي حقق العديد من الاختراعات المفيدة وهو لم يتجاوز 10 سنوات من عمره، وتم منحه شهادة تقدير في دبي في العام 2014 لاختراعاته المبتكرة، حيث قام باختراع حزام أمان خاص لمرضى القلب يعمل على إرسال إشارات إلى مركز الإسعاف أو منزل المريض عند حدوث أزمة صحية في الخارج، كما قام باختراع روبوت التنظيف والأطراف الصناعية. محمد المير، طفل لبناني في 11 من عمره حصل على لقب العبقري الأول في مسابقة الحساب الذهني بألمانيا، كما حصل مؤخرا على عبقري الناشئين بعد حصوله على 1455 درجة من 1500. يحيى جويعد، وهو أصغر طالب جامعي في فلسطين بعمر 12 سنة، برع منذ صغره في حل المسائل الرياضية بطريقة خاصة به، ويستطيع حل كتاب كامل في الرياضيات بمنهج الثانوية خلال ساعتين فقط. يدرس حاليا في كلية الرياضيات بجامعة الخليل. فارس الخليفي،
هو سعودي تمكن من تقديم 20 اختراعاً في الكثير من مجالات الحياة، كالمجال الطبي والأمني والتعليمي والتقني، وهو لم يتجاوز 17 من العمر بعد. استطاع تسجيل 11 اختراعاً منهم ببراءة الاختراع. أشهر هذه الاختراعات جهاز الطب الإنعكاسي، إضافة إلى جهاز الملاحة والإنذار المبكر. أسعد الكامل هو طفل يمني اخترع جهازاً كهرومغناطيسياً لتوليد الطاقة البديلة، وقد تم تكريمه كأصغر مخترع يمني وأحد المخترعين الصغار في العالم. محمد التميمي هو شاب عراقي تمكن من حل معادلة رياضية يبلغ عمرها 300 عام، وهو في 16 من عمره. عرف بعشقه للرياضيات منذ صغره، كما عرف بعدم التزامه بالطرق التقليدية لحلها، وعشق الألغاز، لذلك حدد لنفسه هدف حل اللغز الأصعب، أرقام بيرنولي. أي من هذه المعلومات جذبت انتباهك؟ إن كانت لديكم أي معلومات أو مواضيع تريدون مشاركتها معنا، تفضلوا بالتعليق أسفل الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.